دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لمشهد لطيف جدا الحقيقه. امبارح تم تداول صور ل 14 اتوبيس طالعين من قريه اسمها قريه كفر الشوبك التابعه لمدينه شبين القناطر بمحافظه القليوبيه، متوجهين للقاهره. متوجهين بقى للقاهره ليه يا عبد الصمد؟ هي رحله، لكن رحله من نوع خاص، رحله مختلفه، نقدر نقول كده رحله ثقافه، رحله علم، رحله معرفه، لان كان الهدف أو المقصد الخاص بالأتوبيسات دي هو معرض القاهرة الدولي للكتاب. في حيث الأمر في مشهد مبهج ولفت انتباه يعني كل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب. تعالوا نشوف حكاية القرية دي والرحلة اللي نظموها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في هذا التقرير. على متن 14 أتوبيساً انطلقت رحلات المعرفة والثقافة من قرية كفر الشوبك التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، محددة قبلتها نحو معرض الكتاب بمحافظة القاهرة، والذي يقام في دورته الحالية بأرض المعارض. رحلات أهالي القرية أحدثت حالة من البهجة بين الأهالي وبين من شاهدوا تلك الصورة الرائعة التي تزينها أعلام مصر، يحملها الأطفال والفتيات والشباب ومعهم أولياء أمورهم، قاصدين معرض العلم والمعرفة الذي يترقبه الجميع كل عام في مشهد حضاري يدل على ارتفاع الثقافة وحب القراءة وغرسها بين أهالي القرية. تكاتف من جميع أهالي القرية ظهر واضحاً في عملية التنظيم والتنسيق لخروج تلك الحافلات إلى معرض الكتاب بتلك الأعداد، حتى تمكنوا أيضاً من تخفيف تكلفتها المادية واقتصارها على رسوم مادية رمزية للغاية، وذلك للمساعدة على تشجيع كافة الأهالي وتحقيق إقبال متزايد ليستفيد الجميع. الرحلة لاقت استحساناً كبيراً من جانب الأهالي، خاصة بعد أن تم الشرح والتعريف بمحتويات المعرض وأبرز الكتب الموجودة فيه لكي يستفيد الجميع، مع تقديم شرح بسيط من جانب القائمين على الرحلة للمساعدة على تحقيق الفكر المستنير والوعي الثقافي الكبير للثقافة والفنون والآداب العامة والخاصة.